جبهة البوليساريو لم تتأخر في إصدار بلاغ، يعني تعليقا على مضامين القرار الأممي الأخير، وجاء مضمون هذا البلاغ فيه الاستياء، فيه تلويح بالتصعيد، فيه اعتبار أن منظمة الأمم المتحدة لم يعني تذهب في الاتجاه الذي كانت تأمله البوليساريو. كيف تعلقون، إلى أي حد فعلا من خلال هذا البيان الذي صدر أيضا قبل قليل يتأكد هذا النصر الدبلوماسي المغربي في هذه المرحلة وفي هذا العام تحديدا وفي هذا السياق الذي طبعاً تحدثنا عنه طبعا صحيح. بكل تأكيد البوليساريو لن تكون مسرورة بهذا القرار، لأنه يؤكد على التوجه المتعلق بالمقاربة السياسية والواقعية، وعلى قناعة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بوجاهة هذه القناعة، حتى أن كل توجيهات اليوم تتحدث بأن الحل يجب أن يكون سياسيا واقعيا عمليا ومستدما وقابلا للحياة. ولذلك اليوم شوف لاحظنا في القرار الأخير إشارة إلى الموائد المستديرة التي أسس لها كوهلر، والتي كانت تتأسس على يعني تأكيد على رجاحة المشاريع التنموية أكثر من المقاربة السياسية أو السياسية التي كانت تريدها الجزائر وجبهة البوليساريو. اليوم استياء كبير لأن جبهة البوليساريو والجزائر حاولتا الضغط بكل قوة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال إغلاق معبر القرقرات، وفي محاولة لتسريع بتعيين مبعوث أممي، بل وإجبار المنتظم الدولي إلى تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء، ثم كذلك ربط مهام بعثة المينوسو ليس هو مراقبة وقف إطلاق النار، ولكن جعل هذا الدور هو نسبي مقابل دور رئيسي وهو المتعلق بالاستفتاء. اليوم كذلك القرار أكد على استحالة يعني التوجه إلى خيارات قديمة جدا والعودة إلى الوراء، ولذلك لم يذهب بالتوجه الذي كانت تريده البوليساريو. هي اليوم تهدد وتقول بأنها سترفع من سقف يعني اعتراضاتها على العمل الذي ستقوم به ولاية بعثة المينوسو، هذا ما يعني بأن جبهة البوليساريو ستصطدم مع عناصر بعثة المينوسو، وبالتالي ستقوم بمزيد من اختراقات لوقف إطلاق النار، وهي بذلك تهدد المنتظم الدولي والمجتمع الدولي بأنها قد تكون عنصرا في توطير وكذلك تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وهي تعرف بأن الأمم المتحدة غايتها هو أن يكون الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. اليوم القرار لم تبدو عناصره أو لم نقرأ عناصره كاملة فيما يخص يعني رد فعله تجاه العمل الذي قامت به جبهة البوليساريو بإغلاق معبر القرقرات، رغم أننا لاحظنا هناك إدانة من الأمم المتحدة، لاحظنا كذلك وجهة نظر السفير الأمريكي من المغرب الذي دعا جبهة البوليساريو إلى عدم إغلاق هذا المعبر الذي هو معبر تجاري دولي، وكذلك ما هي الخطوات التي سيقوم بها المجتمع الدولي من أجل يعني حل هذا المعبر وبالتالي تعزيز دوره في خيار نعم. المقاربة الواقعية التي تنسجم مع ما يقدمه المغرب من مقترحات تتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، والتي أساسها تنمية المجتمع في الصحراء، وكذلك تقديم مشاريع دينامية من شأنها أن تزيد من الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وهذا يتم من خلال ما تقوم به الآلة الدبلوماسية المغربية مؤخرا بتوقيع عديد من الاتفاقيات مع الدول الإفريقية، اتفاقية تعاون وشراكة، وكذلك ما تقوم به من فتح قنصلية أساسها ليس هو الفعل السياسي والتأكيد على شرعية المملكة المغربية من ناحية القانون الدولي، ولكن كذلك التأكيد على أن هذه المناطق ستتحول إلى جذب للاستثمارات، تتحول كذلك إلى التفكير في خلق شراكات، في توسيع كذلك علاقة التعاون التي يقوم بها المغرب بين الدول الإفريقية، وهذا منسجما مع الاستراتيجية الملكية السابقة واستراتيجية التعاون جنوب جنوب. إذن المغرب هو له مخطط واضح، وهذا الذي يعدد مصداقيته من أن المقاربة الواقعية هي الخيار التي يمكن أن الذهاب فيه.